يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعين: هو الأغاني والمعازف. بل قال الحسن البصري رحمه الله وهو من أجلة علماء التابعين: قال إن هذه الآية نزلت في الغناء والمعازف. ويقول الله تبارك وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال غير واحد من المفسرين من الصحابة والتابعين: صوت الشيطان في هذه الآية المراد به الغناء. ويقول الله سبحانه وتعالى في ذكر صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال غير واحد من المفسرين: من معاني الزور في الآية الغناء. ولهذا قال بعضهم في تفسير الآية ببعض أفرادها، قال: لا يشهدون الزور، أي لا يسمعون الغناء. وقال الله تبارك وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سامدون أي مغنون. عباد الله، ومن دلائل السنة ودلائلها في تحريم الغنى كثيرة، ما جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليستحلن أقوام من أمتي الحر والحرير والخمر والمعازف يخسف الله بهم الأرض. وقوله ليستحلن أقوام دليل صريح واضح على حرمة الغناء، وفيه دلالة أيضا أن هؤلاء الذين يستحلون هذه المحرمات إنما يستحلونها بتأويلات فاسدة وآراء كاسدة، لأنهم يعتقدون حرمتها وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون بحلها، وإلا لما دخلوا في أمته صلوات الله وسلامه عليه. وروى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أنه عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ورنة شيطان. وتأمل رعاك الله كيف جاءت التأكيدات تلو التأكيدات في النهي عن الغنى وتحريمه في هذا الحديث الصحيح. أولا بتصريحه بالنهي عنه، والنهي يفيد التحريم. وثانيا بوصف الغنى بأنه صوت أحمق. وثالثا بوصفه بأنه صوت فاجر. ورابعا بوصفه بأنه مزمار من مزامير الشيطان. ولهذا سمى أهل العلم الغنى رقية الشيطان وبريد المحرمات والآثام.